تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. قمة سعودية إيطالية وإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، إقرار نظام مكافحة الإرهاب، ولجنة لمراجعة نتائج تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتشكيل مجلس الصناعات العسكرية، وخبير عالمي رئيس تنفيذي. طيبة من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون هذه الحلقة الجديدة ببرنامجكم اليومي الوطن اليوم. شدد سعادة مساعد بن أحمد الجراح الملحق الثقافي السعودي لدى الإمارات أن المشهد الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة انطلق من رؤية حكيمة يتبناها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهي رؤية سديدة انطلقت منذ تاريخ تأسيس الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات منذ قرابة نصف قرن، حظيت خلالها برعاية كريمة واهتمام متميز من أبناء الإمارات، خصوصا من كبار المسؤولين والنخب المثقفة في هذه الدولة الفتية. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع أنا اليوم سعيدة باستضافة سعادة الدكتور مساعد الجراح الملحق الثقافي السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. هلا ومسهلا دكتور، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم، أكيد اليوم روّرتنا. بداية، العلاقات السعودية الإماراتية تتميز بالخصوصية والتكامل، حدثنا عن هذه الجزئية. لا شك أن العلاقات السعودية الإماراتية أو الإماراتية السعودية ولله الحمد منذ يعني ألسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله وجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله فرعهما، ومن ذلك الحين حتى الآن وهي ولله الحمد في الأبناء استمرت. نحن الآن نستطيع أن نقول محسودين على هذه العلاقة التي وصلنا لها، التي وصلناها على المستوى السياسي أو الشعبي أو حتى الثقافي. ولله الحمد علاقات متميزة جدا، علاقات أخوية على جميع المستويات سواء السياسية التجارية. الآن يعني لو شفنا الاتفاقية الأخيرة في 2016، الاتفاقية التجارية الصادرات الإماراتية تقريبا 34 مليار إلى السعودية، الواردات الإماراتية من السعودية في حدود 16 مليار. هذه أقوى اقتصادين بين بلدين عربيين، فولله الحمد يعني أيضا امتدت إلى نواحي ثقافية إلى نواحي تعليمية مستمرة ولله الحمد. نعم، يعني أتيت على جزئيات جدا مهمة دكتور، بداية من النواحي الاقتصادية وهذا التكامل الاقتصادي الذي نستطيع أن نقول خاصة معاملة السعودي في الإمارات كأنه إماراتي، وأيضا معاملة الإماراتي في السعودية كأنه سعودي، هذا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. دعنا نتوقف قليلا أيضا عند الجانب التعليمي. كنت قد ذكرت في مقابلة سابقة لك بأنه أكثر من 3000 طالب سعودي يدرسون هنا في الإمارات، حدثنا عن هذه الجزئية. فعلا، أول يعني لو سمحتي لتحدث عن الملحقية الثقافية. نعم، الملحقية الثقافية السعودية أنشئت من حوالي 50 سنة وهي تؤدي نشاطها ولله الحمد الثقافي والتعليمي على أكمل وجه. كان في السابق يوجد الملحقية تشرف على أساتذة سعوديين أو معلمين سعوديين كانوا يأتون إلى الدولة يدرسوا فيها. استمرت الملحقية في أنشطتها ولله الحمد الثقافية والتعليمية. حاليا يوجد لدينا في الدولة في دولة الإمارات في حدود 3000 طالب وطالبة سعوديين يدرسون في جامعات إماراتية متميزة في تخصصات متميزة. الملحقية الثقافية تقوم بالإشراف عليهم. يوجد 1000 طالب من هؤلاء ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهو تتولى الحكومة السعودية كافة الرسوم الدراسية
العلاج الطبي، تذاكر السفر، الرسوم الدراسية، رواتب أو مخصصات شهرية تصرف للطالب. بالنسبة للطلبة الذين ليسوا على المنحة أو البعثة، هؤلاء طبعا يصرف لهم مكافآت تميز لدراستهم مع تذاكر السفر. الحقيقة وجدنا في دولة الإمارات في عدد من الجامعات المتميزة في تخصصات متميزة، أغلب الطلاب والطالبات لدينا يدرسون في تخصصات الطب، الهندسة، هندسة الكمبيوتر، هندسة بأنواعها، هندسة المدنية وكهربائية، المجالات الآي تي بأنواعها، التمريض أيضا، في البزنس أيضا لدينا مجموعة من الطلاب. ولله الحمد الملحقية تتابع سير دراسة الطلاب، يعني مثلا الطالب لدينا ممنوع أن يسجل أقل من 15 ساعة في الترم. أيضا هناك يعني نصائح توجهها الملحقية للطلاب، عندما نرى الطالب مثلا في أحد التخصصات يواجه صعوبة ممكن أن يحول من هندسة كهربائية إلى هندسة مدنية حسب رغبة الطالب. أيضا نوجه الطلاب المستجدين في طلبة يعني يرغب بالدراسة في الإمارات، ما وجد قبول في المملكة لأن عندنا نسب الجامعات عالية جدا حقيقة، فإحنا نوجهه لما يأتي إلى الإمارات بالتخصصات والجامعات المميزة. إحنا لدينا لستة بالتخصصات المميزة وبالجامعات المميزة في الإمارات، إحنا نطلق عليها جامعات موصى بها، وإن كانت الجامعات المعتبرة أو المعترف بها أو مسجلة لدى وزارة التعليم هي جامعات جيدة ولله الحمد، لكن نحن نختار أيضا جامعات نطلق عليها موصى بها، لأنها يعني حسب الرانكينج أو حسب التقييم لها على سواء معدلات عالمية كيو إس أو غيرها تجدها في ارتفاع أو تجد معدلاتها مرتفعة. نحن حقيقة يعني نحرص الطلبة، نشدد عليهم أيضا أنهم يمثلوا المملكة العربية السعودية خير تمثيل. نحن نعتبر كل طالب وكل طالبة سعودية هما سفراء لهذا الوطن حقيقة، يعني ليس مدحا للطلبة السعوديين بحكم أنا الملحق الثقافي، ولكن أنا عند زيارتي للجامعات أجد كل تقدير حقيقة من مدراء الجامعات وثناء على الطلبة السعوديين، يعني حتى على المستوى الأنشطة اللاصفية، الأنشطة الثقافية والأنشطة اللامنهجية، نجد أندية الطلبة السعوديين متفوقين في هذا المجال، لديهم حب الإبداع، لديهم حب العمل سواء طلاب أو طالبات. طبعا كل هذا يأتي الحقيقة بتوجيه أيضا من إدارة الجامعات ومن الوزارة في هذه الدولة المباركة. نعم، طيب لما نتكلم عن معايير معينة يجب أن تكون تمتلكها الجامعات، ولذلك تصبح من الجامعات الموصى بها، ما هي تلك المعايير؟ وأيضا توجه الشباب والشابات السعوديين إلى أي نوع من أنواع التخصصات؟ وطبعا هو المعايير يعني هي تخضع للجامعة، مثلا الجامعة ينظر إلى حجم مساحة الجامعة، عدد أعضاء التدريس، تاريخ الجامعة، مكتبة الجامعة، البحوث التي تصدر من الجامعة، تعاون الجامعة وتوقيع اتفاقات مع جامعات عالمية أيضا، الرانكينج اللي هو التقييم العالمي لهذه الجامعة، هناك تقييمات عالمية لجميع الجامعات. احنا نحرص حقيقة أو نشدد على طلابنا أو ننصح طلابنا بأن يتجهوا للتخصصات التي يعني نجدها مرتفعة أو نجدها كما نقول يعني تتميز بأعضاء تدريس متميزين، يعني على مستوى الأكاديمي نعرف أن هناك أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك وأستاذ، فلما تجد في القسم أستاذ مشارك وأستاذ يدرس مجموعة من طلبة يعني نعلم أن هذا القسم متميز، لكن لما نجد أن محاضرين أو أستاذ مساعد هو الذي يدرس يعني يكون التقييم نقول المرتبة الثانية وليس المرتبة الأولى. لكن ولله الحمد الجامعة الإماراتية التي فيها طلابنا وطالباتنا هي من الجامعات المميزة. نعم، طيب أكيد لتسجيل أي سواء طالب أو حتى مقيم في الإمارات يعني يجب أن يقوم بزيارة السفارة أو حتى القنصلية وتسجيل اسمه، لكن البعض ممكن يغفل عن هذه الجزئية، حدثنا عن أهميتها. لا، هو الحقيقة يعني لدينا في وزارة التعليم أو التعليم العالي في المملكة العربية السعودية برنامج اسمه برنامج سفير الدراسي. برنامج سفير الدراسي احنا لدينا يعني أكثر من 150 ألف طالب سعودي وطالبة يدرسون خارج المملكة بمنح دراسية، يعني مثلا أمريكا كان قبل سنتين عندنا 120 ألف طالب، الآن العدد قل إلى تقريبا 95 ألف طالب.
اللي في لوس أنجلوس مثلا ما يذهب إلى واشنطن للسفارة أو إلى الملحقية الثقافية، لا، برنامج السفير هذا يدخل على برنامج يسجل اسمه، يسجل بياناته، طبعا صور الجواز، يرسل الأوراق المطلوبة، ثم تتواصل معه، يكون تواصل عن طريق الملحقية. نفس الشيء عندنا في الإمارات، احنا نحرص أن الطالب ما يترك جامعته ويأتي إلى الملحقية. نفس الشيء الطالب الذي في المملكة ويود أن يراجع الملحقية الثقافية، كل هذه عن طريق سفير الدراسي، وهي بوابة إلكترونية فيها جميع المعلومات عن الجامعات الإماراتية، فهي جميع المعلومات عن الطالب ماذا يستحق أثناء دراسته. يستطيع أن يسجل، في السابق كنا مثلا لازم الشخص يذهب للقنصلية أو للسفارة تسجيل جوازه، الآن لا، وهو جالس في بيته وهو غرفة نومه يعمل جميع الإجراءات. حتى الطلبة المبتعثين، لما نجد طالب مبتعث يدرس في تخصص هندسة كيميائية مثلا، يريد أن يحول إلى هندسة كهربائية، وهو بضغطة زر وهو في بيته يضع المبررات، يضع الأسباب، يحضر قبول من القسم الآخر، إحنا نناقش في الملحقية. في السابق الحقيقة كان معاناة للطلبة أنه لابد أن يحضر الملحقية، الآن نجد الملحقية يعني هدوء، لأنه إحنا يعني نفضل أن الطالب يستخدم التقنية الحديثة في مراجعاته. أيضا في جميع الدول الأخرى، يعني مثلا عندنا طلبة غير أمريكا، في ألمانيا، في كندا، في بريطانيا، هولندا، كوريا، اليابان، الصين، ماليزيا، تركيا، يعني طلابنا والله الحمد على مستوى العالم موزعين. نعم. طيب أيضا يعني هذا تحدثت دكتور عن موضوع الطلبة، أيضا هناك أعداد كبيرة، أنا لا تحضرني أعداد السعوديين أيضا المقيمين هنا في الإمارات، ممكن يكون في عندهم أيضا يعني خدمات أكيد، وحتى مثلا خدمات تقدمونها أنتم في السفارة لهم، حدثنا عن أهمية هذه الخدمات وأيضا ضرورة يعني زيارة السفارة سواء عبر الأونلاين أو حتى زيارتها بشكل مباشر، وأيضا يعني إعلامكم أن أنا فلان الفلاني موجود هنا في دولة الإمارات وأعمل في المكان الفلاني. طبعا هو الأعداد يعني ليس لي عدد دقيق جدا عدد السعوديين المقيمين في الإمارات، لكن يتراوح العدد من 75,000 إلى 85,000، هذا عدد بسيط. في المقابل يعني يمكن يعني في سر هذا العدد، لدينا في حدود 2536 شركة سعودية رسمية مسجلة في الإمارات. يعني عندي 2536 رجل أعمال سعودي بعوائلهم تقريبا، ليس بالضرورة أنه كلهم يعيشون في الإمارات، لكن هذا العدد 2536 شركة سعودية مسجلة رسمية في الإمارات، يعني معناه أنه عندنا عدد كبير من السعوديين المقيمين الذين يمارسون التجارة في هذا البلد. طبعا مثل ما تفضلتي بالحديث بالأول، معاملة السعودي والإمارات، معاملة السعودي أنه معاملة الإمارات، فعلا يعامل السعودي معاملة الإماراتي، لذلك وجدوا جو خصب وبيئة خصبة لممارسة التجارة. طبعا المقيمين السعوديين حقيقة نشرف على أبنائهم، عندنا جامعات تعطي كراسي لأبناء السعوديين المقيمين في الإمارات بشكل مجاني. مجانية، نعم. لدينا في جامعة عجمان وفي جامعة أعتقد جامعة زايد أو جامعة الشارقة، ما أتذكر والله بالضبط، لكن لدينا كراسي من هذه الجامعات، نحن نختار الطلبة المتميزين خريجين الثانوية من الجامعات الإماراتية لإعطائهم هذه المقاعد. أيضا بالنسبة للطلبة السعوديين المقيمين هنا ينطبق عليهم عملية التميز، طالب متفوق ويدرس على حساب الخاص الملحقية تكافئ أيضا، وغير المبالغ المالية تكافئ أيضا بتذاكر سفر إلى المملكة. نعم، جميل جدا. طبعا أكيد هي خدمات كثيرة يعني تقومون بتقديمها للسعوديين الموجودين هنا، ويعني بالنهاية لما نتكلم عن دولة الإمارات ودولة السعودية والمملكة العربية السعودية، يعني يعتبر المقيم السعودي في الإمارات كأنه يعني في دولته. عموما أنا أشكرك كل الشكر اليوم لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم، سعدتني أكيد بتشريفك لي في الاستوديو. سعادة الدكتور مساعد الجراح الملحق الثقافي السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أشكرك كل شيء. شكرا لك، وكلمة أخيرة حقيقة، شكرا لكم، والحمد لله رب العالمين. العلاقة السعودية الإماراتية يعني أنا دائما أقول أنها اختلطت بدماء الشهداء، شهداءنا في حد الجنوبي من السعوديين والإماراتيين، هذه الدماء، دماء الشهداء، هذه يعني نقول سمة
أخوية بين المملكة العربية السعودية وبين الإمارات لم يتصل، أعتقد إلى الآن لم يصلها أي الدولتين. أدام الله إن شاء الله هذه العلاقة، أدام الله عز هذه الدولة والمملكة العربية السعودية. نعم. ايضا انا كمان ايضا يعني قبل اختم اللقاء، يعني يصادف يوم الخميس يوم العلم الاماراتي في يعني في العيد الوطني السعودي، لاحظنا فعلا سعادة دكتور الاحتفالات الإماراتية سواء في برج العرب، برج خليفة، أيضا قبل سنة تسمية شارع الصفوع تغيير اسمه إلى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز. اليوم أيضا يعني أنا بستغل وجودك اليوم في برنامج الوطن، وش الكلمة اللي نقدر فعلا هنا كسعوديين نقولها وحنا على أرض الإمارات اللي نعتبرها ديرتنا، وخاصة أن بكرة هو أيضا يوم العلم؟ الحقيقة أنا لا أعتبر نفسي والله أجنبي في الإمارات. صدقت. يعني الشيخ عبد الله بن زايد قبل فترة قال لا يوجد أجنبي سعودي في الدولة، نحن مواطنين سعوديين ولكن نعتبر نفسنا إماراتيين، كما أن الإماراتي في المملكة يعتبر نفسه سعودي الحقيقة. طبعا الشكر والتقدير لهذه الحكومة، حكومة الإمارات، على اهتمامها في اليوم الوطني السعودي. شاهدنا الأفراح، شاهدنا المناسبات الحقيقة. يعني أنا من الآن إحنا كملحقية ثقافية بدأنا الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الحقيقة، أو بيوم العلم إن شاء الله حيوافق السنة هذه احتفالات في 27 نوفمبر. سنعمل في الجامعات للطلبة السعوديين، وسنعمل أيضا يعني إحنا ما نحرق الأوراق نقول إيش إحنا نريد أن نعمل، لكن أيضا طلبة السعوديين في الإمارات لديهم عمل ستشاهدونه إن شاء الله يوم 27 في فبراير 27 إن شاء الله من هذا الشهر. نعم، وإن شاء الله أنا بعد بكون معاكم وبشارك طبعا في هذه الفعالية. سعيدة جدا أكيد بوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم سعادة دكتور مساعد الجراح الملحق الثقافي السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أشكرك كل الشكر. مشاهدينا أيضا اقتحمت مجموعة من الشباب السعودي مجال العمل في حرفتي السباكة والكهرباء في تجربة جديدة أثبتوا من خلالها جدارتهم وكفاءتهم. وتابع قصة أحمد البرناوي. طبيعة عملي أنا أشتغل في شركة في القطاع الخاص كفني صيانة. بالنسبة لي ما عندي مشكلة. الكوستمر اللي هو السعودي يعني يقول لك أنا لا أبغى أجنبي، أبغى يسوي لي كيد وكيد، يعني السعودي يعني بيشتغل نفس الأجنبي وفي أكفاء، يعني الدولة ما قصرت، فاتحة معاهد وكليات وأشياء كتير. يعني طالما إنه ماهر في الشغلة هذه فأكيد يعني لكل صنعة أصحابها. أنا أقول لك من المجتمع يعني بيقول لك السعودي سمعته ما هي كويسة، لا والله نقدر نغير النظرة دي، هم يعطونا الثقة ويشوفونا كيف نحن قد المسؤولية، وهذه البلد بلدنا نحن اللي بننشئها. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. طالبين فني أنتو؟ يس. طيب ليش هالمشكلة؟ تفضل معايا. طيب صار عندي في الصالون ده إنه إذا شغلت لمبتين مع بعض يصير هذه الحركة. طيب تمام، ما بفحص لك الدارة كاملة كهربائية، المفتاح حقه يشغل اللمبتين صح؟ يشغل اللمبتين واللي في النص كمان. مع انحصار انكباب الشباب السعودي على الأعمال اليدوية، تغيرت النظرة الآن لهذا النوع من العمل، بحيث تشهد هذه المهن إقبالاً مضطرداً عليه، ليبعثوا خلالها رسالة للمسؤولين وللشباب السعودي على قدرة الكوادر الوطنية على العطاء والعمل إذا توفرت له سبل الدعم والتقدير من المجتمع. هم دارسين ومتعلمين وفي خبرة، وأكيد الشركة ما وظفتهم إلا بعد ما مروا بكورسات أو مروا باختبارات معينة عشان يقدموهم لخدمة الزبائن. وفي لسه النظرة القديمة بتفاجأ إنه أنت سعودي، وبالعكس في ناس كثير بتدعم بتقول لا كويس وشكرا، وبيحس إنه التعامل معك أسهل من إنه يتعامل مع اللي بالنسبة للهجة، بالنسبة للعادات كمان. كان من بين من التحق في العمل كفني كهرباء أحمد برناوي، الذي قدم نموذجا للشباب السعودي المكافح بالعمل في هذه المهنة، والتي أكسبته احترام المجتمع الذي بات يستشعر أهميتها في الحياة اليومية، وأن معدل الدخل الشهري لأحمد الكهربائي 12,000 ريال شهريا، فلم يعد بيننا من يستعيب البحث عن الرزق في أي مكان وبأي عمل.
والله اني فخور اني انا شغال يعني شيء بيدي اتعلمته يعني ودرسته ومارسته وحبيته، والله انا فخور بالشيء ده. فما اسمع للناس يعني اللي يجي يقول لي لا ما لا، اهم شيء رغبتي يعني انا اللي الشيء اللي ابغاه انا اللي اسويه، يعني ما اسمع كلام الناس. يعني في عالم بيقول لك لا ما لا، وكل مين وميوله. غالبية الناس لم تتوقع يوما ان يقبل الشاب السعودي على تعلم مهن يدوية او فنية او حتى يعمل بها. الكل كان يقول الشاب السعودي يبحث عن وظيفة، مكتب وكرسي وورقة وقلم ومكيف، أي إدارية. لكن هؤلاء الشباب عكسوا هذه النظرة. أحمد لم يكن هو وحده من نجح، فها هو فيصل الشهري خطى على خطأه، ونجح هو وأصدقائه في تسخير التكنولوجيا لخدمات الصيانة وأعمال البناء عبر إنشائهم تطبيقاً يعمل على الأجهزة الذكية، يتم بموجبه تحديد نوع الطلب وموقع الخدمة في أقل من دقيقة. أستاذي، طلبت خدمة تلفاز ساتلايت وظاهر لنا الطلبات ملغية، حاب أعرف واجهتك أي مشكلة مع الخدمة؟ فكرنا أنه نسوي شيء بعد كذا يخدم البلد ويكون منتوجه في النهاية لشباب البلد ولتطور البلد، وأنه يكون دائرة الاقتصاد تدور بين عميل من البلد و فني أيضا من البلد. فنشأت فكرة التطبيق بحيث أنه نخدم شباب السعودي اللي حاب أنه يشتغل في الصيانة ومتخصص صيانة فنرحب فيه. لم تكن الحاجة للوظيفة وحدها هي التي دفعت شباب الوطن للانخراط في مجال الأعمال المهنية والحرفية، بل هي تلك القناعة والإرادة النافذة التي جعلتهم يتجاوزون كل فهم ضيق تجاه هذه المهن. يا مصباح لأخبار الآن. مشاهدينا، ونذهب إلى موضوع آخر وهو ابتكار جديد، حيث تقول صاحبة الابتكار شمال مزيعل حول فكرة معالجة الانكماش، إنه عبارة عن قفاز لليدين، كل إصبع من هذا القفاز يكون محاط بحلقات على حجم إصبع المريض ويصنع على حسب حجم الأصابع، ثم يتم إحاطة كل حلقة بخيط حديدي متين، تكون بداية الخيط مربوطة بالحلقات ونهايتها يتم جمعها بواسطة قطعة من الحديد الصغيرة. إذن مشاهدينا الكرام، عفوا مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع تنضموا إلينا مباشرة هاتف. إذن مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف شمة المزاعل، مبتكرة القفاز معالج الانكماش. هلا ومسهلا يا شمة، الله يحييكي في برنامج الوطن اليوم. اليوم الكحة معايا قاعدة تعارض البرنامج والبرنامج يعارض الكحة، بس أكيد طبعا أعتذر من كل المشاهدين، هذا إحنا بالنهاية بشر وكلنا معرضين للمرض. عموما أنا اليوم أكيد سعيدة بوجودك معي في برنامج الوطن اليوم. نتكلم اليوم عن اختراعك الجميل وهو القفاز، ابتكرتيه لمعالجة انكماش اليد. احكي لنا بشكل مفصل عن القفاز. هلا والله، مرحبا. هلا بس. القفاز هو قفاز معالج للانكماش مثل ما ذكر سابقا. طبعا هو بيكون استبدال الجبائر او ما يدعى بالسبلنت المتوفره حاليا لمرضى السباستيتي او الانكماش. فكره القفاز بان القفاز شبيه لقفاز الدباب او السياره للتقليل من الاحراج للمرضى في الاماكن العامه، وهذه الفكره الرئيسيه للابتكار، انه يكون ميديكال ديفايس او جهاز طبي بنفس الوقت بشكل خارجي لا يلفت الانتباه ابدا، لان الفكره هي تقليل التهميش للمرضى في الاماكن العامه. طبعا الفكره جت يعني جت الفكره في الابتكار لي لما كنت متدربه في مدينه ام سلطان في الرياض، وكان هناك حوار بين اخصائي ومريض. كان المريض عمره ما يقارب 22 سنه، وكان الاخصائي يعني يحاول ان يقنع يلبس الجبائر او سبلين. كلمه جدا رافض، كلمتين قالها غيرت من مجرى تفكيري وخلتني اصير مبتكره، اللي هو قال انا ما راح البسها لسوء مظهرها وابدا غير مريحه. هذا الجمله استوقفتني وقلت صح، ليه المريض ما يتعالج بطريقه اكثر تقنيه بشكل اكثر مستحسن، بحيث انه له الحق انه يمارس حياته الخارجيه والعامه
لا يعني اغلب المرضى ما يجون الجراء لسببين، يا يعني انهم عشان ما مثل ما قلت غير مريح ينحب ويمتنع عن الحياه العامه والاجتماعيه، فهو كذا ولا كذا راح تضره. فجت الفكره بعد هذه كلمه الصلاه بديت ابدا ابحاثي دراساتي الى ان الله وفقني وطلعت بهذا الابتكار اللي هو قصاز يكون حلقات الاصابع مثل خواصه نقدر نعدلها على حسب درجه الاصبع مرتبطه بخيوط، هذه الخيوط يكون في قاعده للاصابع والرسغ مستويات مختلفة نضعها على حسب درجة الانكماش. هذا كل القصاز يكون مغطى بقطعة من الكلاس الخارجي بحيث انه يشبه القصاز الدباب ويكون مرتبط بابليكيشن يساعد المريض. هذه فكرة بشكل مختصر والله الحمد يعني وصلت الى ما اطمح فيه هذه الفكرة واطمح بالمزيد ان شاء الله. نعم، طيب شما هل قمتي بتسجيل هذا الاختراع؟ والله الحمد إيه وسجلت البراءة وشاركت فيها بكم مؤتمر، وشاركت فيها في الرياض في المؤتمر الطلاب السابع حصلت على المركز الثالث، وشاركت برضو في الجامعة المنتجة وشاركت فيها في المركز السادس، وشاركت قبل أسبوع بالضبط في معرض بريطانيا الدولي لعام 2017 وحصلت على الميدالية الذهبية. نعم، طيب هل يعني وجدت ممول لهذه الفكرة؟ هنا والله صراحة ما رحب بها، وفعلا يعني ممكن تكون هذه يعني طريقة مساعدة أيضا وممكن تنتشر في العالم كله مو بس تكون يعني ما يعني حبيسة الأدراج. للأمانة الفكرة هذه ما راح تساعد المرضى بس، راح تساعد المرضى الأخصائيين، لأن مثل ما قلت لكم الجزائر هذه كل ليفل أو كل مستوى راح الأخصائي من الجزيرة تجيبها للمريض. فهذا الابتكار لما راح يوجد في المستشفيات بينقذ المرضى وبساعد الاخصائيين من عدم التدخل المتكرره، لكن للاسف انا ما لقيت دعم مالي، وهذا اللي كنت ارفع صوتي فيه طوال هذه الفكره، انا ما لقيت دعم مالي، تواصل مع الكثير من المرضى، وكان واحد المرضى قال انا ادفع المبلغ اللي كنت انا بهذا المنتج كنت مو على المبلغ، انا بين الان ما لقيت دعم مالي هذا الشيء عشان اسويه. طبعا انا لما بريطانيا نفسه نعم 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 يا شم ادركني الوقت، انا خلصت وقت البرنامج، بس انا اكيد اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن يوم. شم المذيعة المبتكرة القفاز معالج الانكماش، شكرا لك. مشاهدينا كل الشكر لكم لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، انا شيرين الرفاعي احييكم، بكره ان شاء الله اشوفكم، مع السلامه.